الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ محمد الغرفلي، مدرس مادة البيولوجي بمادة المستقبل الثانوية للبنات. نبدأ معكم بعون الله سبحانه وتعالى بحل الأسئلة الاسترشادية للصف الثالث ثانوي. نبدأ إن شاء الله بأسئلة الصواب والخطأ. نبدأ بأول سؤال. السؤال الأول يقول: عندما تتنفس الكائنات الحية يتم تكسير مركبات الكربون مثل الجليكوز وينطلق الأكسجين وبخار الماء في البيئة. نبدأ بتفسير هذا السؤال في البداية وصولا إلى الإجابة الصحيحة. السؤال قال: عندما تتنفس الكائنات الحية. نحن نعرف في البداية أن الكائنات الحية نوعان اثنان: كائنات حية راقية وكائنات حية دنيئة. الكائنات الحية الراقية تشمل: واحد، الحيوانات، اثنين، النباتات. الكائنات الحية الدنيئة تشمل الكائنات الدقيقة، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول رقم واحد البكتيريا، النوع الثاني الفطريات، والنوع الثالث الفيروسات. الآن الفيروسات هي الحد الفاصل ما بين العالم الحي والغير الحي، بمعنى أن هذه الفيروسات لا تقوم بأي وظيفة حيوية، لا تقوم بأي وظيفة حيوية باستثناء وظيفة التكاثر. إذا ما تم اعتبار استنساخ عملية التكاثر، متى؟ عندما تجد العائل المناسب التي تقوم بالتطفل عليه، فقط تقوم بوظيفة التكاثر. أما البكتيريا والفيروسات فهي تتنفس تنفس، هذا التنفس إما أن يكون تنفس هوائي أي في وجود الأكسجين، أو تنفس لا هوائي أي في غياب الأكسجين. على سبيل المثال، البكتيريا لها القدرة على أن تقوم بعملية التنفس الهوائي في وجود الأكسجين والتنفس اللاهوائي في غياب الأكسجين، وأيضا بعض أنواع من البكتيريا تكون اختيارية التنفس أي في وجود أو في غياب الأكسجين تكون له الخيار. مع ملاحظة نقطة مهمة، أن التنفس في وجود الأكسجين يعطينا طاقة أكبر من التنفس في غياب الأكسجين. التنفس في غياب الأكسجين فقط تكفي لقيام الكائن الدقيق لبقائه على قيد الحياة. طيب، بالنسبة للكائنات الراقية، الحيوانات والنباتات، الحيوانات تتنفس في وجود الأكسجين، والنباتات تتنفس في وجود الأكسجين. طيب، الذي يتم طرحه وخروجه إلى البيئة المحيطة شنو هو؟ هو CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون زائد H2O اللي هو بخار الماء. طيب، الفكرة في السؤال شو الغرض منها؟ الغرض منها أن النباتات أيضا لها القدرة على أن تقوم بأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط وطرح
الأكسجين، أي إخراج الأكسجين إلى الوسط المحيط من خلال عملية البناء الضوئي، من خلال عملية البناء الضوئي. إذن التنفس الكائنات الحية، تتنفس الكائنات الحية بأن يتم تكسير المركبات الكربونية. كلمة المركبات الكربونية اللي هي المقصود بها الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، لأنها تحتوي على عنصر الكربون، تحتوي على عنصر الكربون. النبات لما يقوم بعملية البناء الضوئي يعمل على بناء المركبات الكربونية، وهي عملية بناء. أما التنفس يأخذ الأكسجين حتى يتم تكسير هذه المركبات الكربونية للحصول على الطاقة، فينطلق ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء إلى البيئة. إذن الإجابة في هذه الحالة تكون إجابة شنو؟ خاطئة. هذا أول سؤال، هذا أول إجابة أول سؤال. السؤال الثاني، السؤال الثاني: تمتد قناة الولادة من المبيض حتى الرحم، من المبيض حتى الرحم. طيب في البداية احنا بنعرف شكل الرحم. الرحم هو عبارة عن عضو يكون كمثري الشكل. الرحم هو عبارة عن عضو يكون كمثري الشكل، بهذا الشكل تقريبا يكون عضو كمثري الشكل ومحاط بجدار سميك من العضلات بهذا الشكل، محاط بجدار سميك من العضلات. وهذه جزء هذا يسمى بقناة الولادة، وهذا عبارة عن عضو عنق الرحم، جزء هذا عبارة عن عنق الرحم. بعدين عندنا قناة تسمى بقناة فالوب بهذا الشكل، بعدين قمع يسمى بقمع فالوب، ونفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى بهذه الكيفية. الرحم هو عبارة عن تركيب كمثري الشكل. طول الرحم تقريبا 7.5 سنتيمتر، أما عرض الرحم 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر. الرحم هو المكان الذي يتم انغراس الجنين بجداره، البويضة المخصبة بجداره، حتى ينمو إلى جنين كامل. العضلات التي تحيط بالرحم، هذه العضلات التي تحيط بالرحم، والبطانة الداخلية للرحم تكون لينة وملساء، وتكون غنية بالأوعية الدموية عند حدوث عملية الإخصاب في الثلث الأول من قناة فالوب. الآن قناة فالوب هو عبارة عن أنبوب ضيق وطويل، ونهاية قناة فالوب يحتوي على قمع. هذا القمع يعمل على التقاط البويضة المنطلقة من من؟ المنطلقة من المبيض، المنطلقة من المبيض. طيب الآن المبيض مبيضان، إحداهما يتصل بالجانب الأيسر والآخر يتصل بالجانب الأيمن بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. والمبيضان يعملان بالتبادل، المبيضان يعملان بالتبادل خلال كل دورة طمث. يعني المبيض الأيسر يقوم مثلا في الشهر الأول، في الشهر رقم 1، بإنتاج البويضة. المبيض الأيمن لا يعمل على إنتاج بويضة. شهر 2 المبيض الأيمن يعمل على إنتاج بويضة، المبيض الأيسر لا يعمل على إنتاج بويضة. هنا قلنا أن قناة الولادة تتصل بمن؟ تمتد قناة الولادة من المبيض إلى الرحم، هذه تسمى قناة الولادة. الجزء هذا يسمى بقناة الولادة، الجزء هذا يسمى بقناة الولادة أو يسمى بالمهبل، أيضا يسمى ب
قناة استنام القضيب التي تنطلق منه الحيوانات المنوية إذن من خلال الرسم المبين أمامنا الإجابة تكون إجابة خاطئة، لأن قناة الولادة لا تتصل بالمبيض بأي حال من الأحوال، إلا أنها تتصل بالرحم من خلال عنق الرحم قمع فالو عند نضج البويضة. طبعا هنا منذ ولادة الجنين، عند الولادة، منذ الولادة يعني، إذا كان المولود هو عبارة عن أنثى، المبيضان كلاهما يحملان 70,000 بويضة كاملة، 70,000 بويضة كاملة، إلا أن 70,000 بويضة كاملة لا ينضج منها إلا 500 بويضة فقط. بالتالي عند نضج البويضة تنطلق البويضة من المبيض بانفجار جدار المبيض، تنطلق البويضة ويعمل على التقاطها قمع فالوب، تنتقل البويضة من خلال قمع فالوب. إذا ما تم التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة في الثلث الأول من قناة فالوب تحدث عملية إخصاب، إذن الإجابة في هذه الحالة تكون إجابة خاطئة، لا تمتد قناة الولادة من المبيض إلى الرحم، ولكن تمتد قناة الولادة وتتصل بالرحم من خلال عنق الرحم. هذه السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول: مبيد حشري، اللي هو 2 إلى 4 إلى 5 تي، يحتوي على شائبة الديوكسين، تسمى شائبة الديوكسين الضارة بالإنسان. هذا المبيد 2 إلى 4 إلى 5 تي هو من مبيدات الأعشاب وليس من مبيدات الحشرات. هذا المبيد من مبيدات الأعشاب، أي يعمل على القضاء على الأعشاب التي تضر بالمحاصيل الزراعية، يعني تنافس المحصول الزراعي في المادة الغذائية الموجودة بالتربة. طيب هنا قال الضارة بالإنسان، هذه المبيدات شو تسبب لي الإنسان؟ يقول هنا هذا ديوكسين فعلا يكون ضارا بالإنسان، شنو الأضرار التي يسببها الإنسان؟ بالنسبة للسيدات الحوامل يسبب لهن عملية إجهاض، أيضا يسبب في تشوه بدني وعقلي بالنسبة للأطفال، أيضا يحفز أو يزيد من الإصابة بالأمراض السرطانية، إذن مبيد 2 إلى 4 إلى 5 هو من مبيدات الأعشاب وليس من مبيدات الحشرات. الإجابة في هذه الحالة تكون إجابة خاطئة، خطأ. ليش؟ لأنه من مبيدات الأعشاب، الأضرار التي يسببها الديوكسين بالنسبة للإنسان، السيدات الحوامل يسبب عملية إشهاق، يسبب تشوه بدني وعقلي بالنسبة للأطفال، ويزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض السرطانية. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع
السؤال الرابع يقول: في أي منظومة بيئية يكون المصدر الأساسي للطاقة هو الكائن الحي؟ في أي منظومة بيئية المصدر الأساسي، المصدر الأساسي للطاقة لن يكون الكائن الحي المنتج. الكائن المنتج، طبعا لما نسمع كلمة الكائن المنتج أي النبات، بين قوسين أي النبات. هذه الإجابة إجابة خطأ، هذه الإجابة إجابة خاطئة. لماذا؟ لأن المصدر الأساسي والرئيسي لكل الكائنات الحية الموجودة على الأرض هي الطاقة الشمسية أو ضوء الشمس، ضوء الشمس. فالكائن المنتج اللي هو النبات يعمل على تحويل هذه الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية، يحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. الطاقة الكيميائية هذه هي عبارة عن غذاء يحتوي على عنصر الكربون، وهذا الغذاء هو غالبا يكون مواد كربوهيدراتية اللي هو سكر الجلوكوز. بعدين مصير سكر الجلوكوز يتم تحويل الجلوكوز إلى بروتينات ودهون في النبات. من ثم تتغذى الكائنات الأخرى مثل الحيوان على النبات للحصول على طاقة، للحصول على طاقة. لكن الأساس الطاقة من ضوء الشمس، لأن النبات قام بعملية البناء الضوئي في وجود الضوء والمادة الخضراء اللي هي الكلوروفيل، فعمل على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية غذاء. يتغذى على النبات حيوان، يتغذى على النبات حيوان من أجل الحصول على الطاقة من الغذاء الذي تم تخزينه في النبات، وهو إما أن يكون مواد كربوهيدراتية وبروتينات ودهون. بالتالي هذا الحيوان يتغذى عليه حيوان آخر، حيوان آخر يتغذى على نبات أو يتغذى على حيوان، فتنتقل الطاقة من كائن إلى آخر من خلال السلسلة الغذائية إلى أن تصل إلى ما يسمى بالمحللات. المحللات إلى أن تصل إلى كائنات المحللات. المحللات هي الكائنات الدقيقة، هي عادة تكون بكتيريا وفطر. عند موت النبات والحيوان يعمل على تحويل هذه الكائنات إلى المواد الأولية التي تعود من جديد إلى التربة والهواء، فتحصل المحللات بذلك على الطاقة، أي أن الطاقة تسري في اتجاه واحد بشكل طولي، وعند انتقال الطاقة من مستوى غذائي إلى المستوى الذي يليه يتم فقد 90% من الطاقة تفقد، 90% من الطاقة تفقد، أما 10% من الطاقة المتبقية تدخل في بناء أنسجة الكائن الحي، تدخل في بناء أنسجة الكائن الحي. إذن الإجابة تكون إجابة خاطئة، لأن المصدر الأساسي والرئيسي للطاقة هو ضوء الشمس وليس فقط الكائن المنتج الذي يعرف به النبات. السؤال الآخر
أقراص منع الحمل هي مواد كيميائية تستخدم لقتل الحيوانات المنوية. أقراص منع الحمل هي مواد كيميائية تستخدم لقتل الحيوانات المنوية. عندنا أقراص منع الحمل، هذه الأقراص قال تستخدم لقتل الحيوانات المنوية، تستخدم لقتل الحيوانات المنوية. طيب درس هذا اللي هو نحن نسموه في الوحدة الخامسة تنظيم النسل، أي تنظيم الأسرة، تنظيم النسل أي تنظيم الأسرة. وهذه العملية اللي هي تنظيم النسل تنظيم الأسرة، هناك خمس طرق لهذه العملية، هناك خمس طرق لهذه العملية. الطريقة الأولى رقم واحد هي الطريقة الطبيعية، الطريقة الطبيعية وتعرف أيضا بالطريقة التزامنية أو فترة الأمان، أو بالقصير فترة الأمان. هذه أول طريقة. الطريقة الثانية هي الطريقة الميكانيكية، وهذه الطريقة تشتمل على ثلاثة أشياء اللي هي رقم واحد أو ألف استخدام الحاجز الذكري، باء استخدام الغطاء المطاطي، جيم استخدام اللولب، استخدام اللولب. رقم ثلاثة الطريقة الكيميائية، الطريقة الكيميائية. رقم أربعة الطريقة الهرمونية، وأخيرا تدخل جراحي، وأخيرا تدخل جراحي. بالنسبة للطريقة الأولى، بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي الطريقة الطبيعية التزامنية اللي هي فترة الأمان، الطريقة الأولى فترة الأمان هي تجنب عملية تجنب فترة الخصوبة، هي تجنب فترة الخصوبة يومان قبل وبعد دورة الطمس. يعني من يوم 10 أو 16 يتم تجنب هذه الفترة، من يوم 10 إلى يوم 16 يتم تجنب عملية المجامعة، لأن هذه الفترة تكون فترة خصوبة، هي الفترة التي يتم فيها انطلاق البويضة وتسمى بعملية الإباضة. لكن حتى هذه العملية تكون عملية شنو؟ تكون عملية غير كافية لعدم حدوث عملية شنو؟ عملية الحمل، لعدم حدوث عملية الحمل. لماذا؟ لأن هناك أسباب كثيرة من الممكن أن تغير فترة الخصوبة، يعني تغير من الدورة الطمث اللي نسموها الدورة الشهرية، مثل التوتر العاطفي، مثل التوتر العاطفي من الممكن أن يغير من
دورة الطمس، هي الدورة الشهرية. أيضا هناك بعض السيدات أن الدورة تكون غير منتظمة لفترات طويلة، لا يصح مع الطريقة الطبيعية التزامنية. الطريقة الثانية هي طريقة الميكانيكية، وفيها يتم استخدام حاجز للذكر أو الأنثى لمنع، الطريقة الثانية لمنع تلاقي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، حيوان المنوي بالبويضة. طيب، الحاجز الذكري يستخدم الذكر، والحاجز الذكري هذا يحتوي على حلمة في المقدمة، فعند حدوث عملية القذف يتجمع السائل المنوي في هذه الحلمة، فلا تحدث عملية التقاء ما بين الحيوان المنوي والبويضة. أيضا الغطاء المطاطي يوضع عند عنق الرحم، يوضع عند عنق الرحم، وأيضا يعمل على منع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة. أما اللولب فيتم وضعه بواسطة الطبيب المختص، واللولب يعمل على منع الحمل، منع الحمل، يعمل على منع انغراس البويضة المخصبة بواسطة الحيوان المنوي. الطريقة الثالثة هي الطريقة الكيميائية، الطريقة الكيميائية هي عبارة عن أقراص، هذه الأقراص تكون في صورة ألف، دهان، باء، رغوة، جيم، مادة هلامية، أو في صورة دال حبوب، أو في صورة حبوب. هذه المواد تعمل على قتل الحيوانات المنوية، جميع الحيوانات المنوية، بالتالي لا تلتقي الحيوانات المنوية بالبويضة فتحدث عملية إخصاب، وتزيد من احتمالية ذلك إذا ما تم استخدام الحاجز الذكري أو الغطاء المطاطي، الحاجز الذكري للذكر والغطاء المطاطي للأنثى. الطريقة الرابعة اللي هي الطريقة الهرمونية، هي عبارة عن أقراص، هذه الأقراص فيها نوعين، أقراص هرمونية بها نوعين من الهرمونات. الهرمون الأول، طريقة هذه، الهرمون الأول هو الهرمون يسمى هرمون البروجسترون، البروجسترون، والهرمون الثاني يسمى بالأستروجين. كلا الهرمونين يعملان على منع انطلاق البويضة، يعملان على منع انطلاق البويضة. طيب، النوع الآخر اللي هو استخدام جراحي، استخدام جراحي. نحن رسمنا الآن الرحم، قلنا الرحم هو عبارة عن عضو عضلي كمثري الشكل، يتصل بجدار الرحم قناة تسمى قناة فالو، والقمع، هذا عبارة عن القمع والمبيض، تنطلق البويضة، يتلقى في القمع البويضة. هنا يتم ربط هذا الأنبوب الضيق الطويل الذي يسمى به قناة فالو، ثم تحدث عملية قطع، ثم تحدث عملية قطع، و
الربط لما تحدث عملية قطع، بالتالي لا تنتقل البويضة إلى قناة فالو فيتم تلقيحها في الثلث الأول من قناة فالو. بالنسبة للذكر يتم ربط، طبعا احنا عندنا الخصي وبعدين البربخ وبعدين الوعاء الناقل. الوعاء الناقل لأن الحيوانات المنوية يتم إنتاجها وين؟ يتم إنتاجها في الخصية وبعدين تخزن فيه البربخ ثم تنطلق إلى قناة فالو ثم تنتقل إلى الوعاء، تنتقل عن طريق الوعاء الناقل إلى الحوصلة المنوية فتخزن في الحوصلة المنوية. أيضا يتم ربط الوعاء الناقل ثم تحدث عملية قطع، بالتالي لا تنتقل الحيوانات المنوية ولا تنتقل الحيوانات المنوية إلى الرحم عند حدوث عملية القذف لأن تم قطع الوعاء الناقل، لأنه تم قطع الوعاء الناقل. النقطة هذه من جديد لأنها مهمة. الاستخدام الجراحي بالنسبة للأنثى، بالنسبة للأنثى يتم عملية ربط لقناة فالوب وهو عبارة عن أنبوب ضيق وطويل، ثم تحدث عملية تدخل جراحي قطع حتى لا تنتقل البويضة إلى قناة فالوب فتحدث فيها عملية إخصاب. بالنسبة هذه بالنسبة للأنثى. بالنسبة للذكر يتم إنتاج الحيوانات المنوية في الخصية ويتم تخزينها في البربة فتنتقل الحيوانات المنوية من خلال الوعاء الناقل إلى أن تتجمع فيها الحويصلة المنوية. يتم ربط الوعاء الناقل ثم تحدث عملية القطع حتى لا تنتقل الحويصلة الحيوانات المنوية إلى الحويصلة المنوية، وأثناء فترة الجماع لا تحدث عملية قذف لهذه الحيوانات المنوية إلى الرحم وانتقالها إلى قناتي فالوب حتى تحدث عملية إخصاب للبويضة. في ملاحظة مهمة جدا ألا وهي هذه العملية إذا ما تمت يصبح الشخص غير قادر على الإنجاب مرة أخرى، غير قادر على الإنجاب مرة أخرى. إذا عملية تنظيم النسل ليش تحدث في الأساس؟ ليش تحدث عملية تنظيم النسل؟ تنظيم الأسرة تحدث للعديد من الأسباب، أما سببين اثنين. السبب الأول ناحية اقتصادية، يعني يكون الشخص غير قادر اقتصاديا على تربية الكثير من الأطفال، 5، 6، 7، 10 إلى آخره. النقطة الثانية من الناحية الصحية، من الناحية الصحية إن لم تكن الناحية الصحية للأنثى حتى الناحية الصحية للأطفال. إذا في فرق بين واحد ينجب طفلان والتغذية بتاعته تكون تغذية صحيحة، في فرق بين ينجب 10 والتغذية تكون تغذية رديئة. إذا الحالة الصحية سواء كانت للأنثى اللي هي الأم أو للأطفال تكون ناحية صحية غير جيدة. والتنظيم النسل أيضا يستخدم حتى يكون هناك فترات زمنية ما بين ولادة كل طفل وآخر، ولكن هذا التنظيم لا ينقطع، لا تنقطع فيه عملية الجماع ما بين الرجل والمرأة، هي استمرار عملية الجماع ولكن هناك تنظيم لإنجاب الأطفال. إذا الإجابة في هذه الحالة احنا قلنا أقراص، قال أقراص منع الحمل هي مواد كيميائية تستخدم لقتل الحياة المنوية. الإجابة خاطئة. لماذا؟ ليش الإجابة خاطئة؟ لأن هذه الأقراص هي عبارة عن ماذا؟ طبعا هذا السؤال له شقين، من الممكن أن يتم تحوير. لو قلنا مواد كيميائية، لو قلنا مواد كيميائية منها هي عبارة عن دهن، رغوة، مادة هلامية في صورة حبوب، أيضا في صورة حبوب لقتل الحيوانات المنوية. لكن لما نقول أقراص منع الحمل هي مواد كيميائية تستخدم لقتل الحيوانات المنوية، أي أنها تحتوي أقراص، تحتوي على أقراص هرمونية، تحتوي على هرمونين البروغسترون والأستروجين الذي يعمل على منع حدوث عملية الإباضة وانطلاق البويضة. إذا في هذه الحالة تكون إجابة خاطئة، في هذه الحالة تكون إجابة خاطئة. ننتقل إلى السؤال السادس، ننتقل إلى السؤال السادس.
السؤال السادس يقول: السفرجل الهندي مثال للنبات توجد به المياسم على مسافات بعيدة عن المدن. قال السفرجل الهندي مثال للنبات توجد به المياسم على مسافات بعيدة عن المدن. هو في البداية نحن نعرف شيء مهم جدا، الزهرة هذه الزهرة قد تكون خنثى. شو معنى كلمة خنثى؟ أي أنها تحتوي على أعضاء التذكير، هو المتك، وأعضاء التأنيث اللي هو بين قوسين المتاع. بعض النباتات امتلكت صفات وخصائص تعمل على تجنب عملية التلقيح الذاتي. امتلكت صفات وخصائص تعمل على تجنب عملية التلقيح الذاتي، كأن يكون مثلا النبات ثنائي الجنس خنثى، أي يحتوي على أعضاء التذكير المتك وأعضاء التأنيث المثل. طيب هنا في احتمالين اثنين. الاحتمال الأول اللي هو ألف، أن يكون عضو التذكير على مسافة على نفس الزهرة إلا أنه بعيد عن عضو التأنيث، فهنا احتمالية حدوث عملية التلقيح بين قوسين الذاتي ضعيفة، تكون ضعيفة، يعني احتمالية حدوث عملية التلقيح الذاتي شو حتكون؟ ضعيفة. النقطة الثانية اللي هي باء، أن عضو التذكير المتاع اللي هو الطلع الموتك يعني ينضج في وقت غير وقت نضج المتاع على نفس الزهرة، على نفس الزهرة، يعني الموتك ينضج في وقت غير الوقت الذي ينضج فيه المتاع. إذن احتمالية حدوث عملية التلقيح الذاتي أيضا شو تكون؟ غير موجودة، ضعيف، غير موجودة، ضعيف. هذا إذا ما كانت الزهرة خنثى، هذا إذا ما كانت الزهرة خنثى. أيضا ممكن أن تكون الزهرة ثنائية المسكن، ثنائية المسكن. شو معنى كلمة ثنائية المسكن؟ أي أن الزهرة إما أن تكون زهرة مذكرة فقط، أو زهرة مؤنثة فقط، بالتالي لا يمكن أن تحدث عملية تلقيح ذاتي، لا يمكن أن تحدث عملية تلقيح ذاتي. زهرة مذكرة أو زهرة مؤنثة لا يمكن أن تحدث عملية تلقيح ذاتي. إذا كانت الزهرة المذكرة موجودة على نبات والزهرة المؤنثة موجودة على نبات آخر، فلا يمكن أن تحدث عملية تلقيح ذاتي. طبعا الإجابة لا تكون إجابة شنو؟ إجابة خاطئة. ليش إجابة خاطئة؟ قلنا كيف ما قلنا توا، السؤال السابع طبعا الإجابة خاطئة. لماذا؟ لأن وقت نضج المتك يختلف عن وقت نضج نبات السفرجل.
في نبات السفرجة. النقطة باء، وقت نضج المتك يختلف عن وقت نضج المتاع، وليس ابتعاد المتك عن المتاع لمسافات. هذه بالنسبة للسؤال السادس. السؤال السابع يقول: تحدث عملية التزاوج ما بين الأفراد الناضجين فيزيائيا فقط، تحدث عملية التزاوج ما بين الأفراد الناضجين فيزيائيا فقط. طبعا نحن لازم نعرف أن سن البلوغ، سن البلوغ في الذكر وفي الأنثى يختلف. سن البلوغ في الذكر عن سن البلوغ في الأنثى. سن البلوغ في الذكر من في طبعا الكتب تختلف عن بعض، أربعة يقول من 11 إلى سن 14، والأنثى من سن 9 إلى سن 12، هذا سن البلوغ. هذه تسمى بها العملية الفيزيائية، يعني شخص يكون ناضج. طبعا في ملاحظة مهمة أخرى، أن آخر جهاز ينضج فيدخل الفرد إلى سن البلوغ هو الجهاز التناسلي. الجهاز التناسلي آخر جهاز ينضج هو جهاز التناسلي، ففيها الذكر من سن 11 إلى سن 14، فيها الأنثى من سن 9 إلى سن 12. من سن 9 إلى سن 12 هنا يكون قد بلغ فيزيائيا، فتصح عملية التزاوج، تصح عملية التزاوج بينهما. إذا في هذه الحالة الإجابة شنو حتكون؟ إجابة صحيحة، تكون إجابة صحيحة. من مراحل الانقسام الثنائي في البكتيريا نسخ مادة الدي ان اي داخل الخلية. طبعا نحن هنا نحن فيما سبق درسنا الخلية البكتيرية. طبعا الخلية البكتيرية تتكاثر بطريقتين، هو الانقسام الثنائي البسيط والتكاثر بالتجرثوم. لكن نحن بنتكلم على التكاثر الثنائي البسيط، تكاثر ثنائي البسيط وين؟ في البكتيريا. تكاثر ثنائي البسيط في البكتيريا. قال تنسخ البكتيريا مادة الدي ان اي في الخلية. من مراحل الانقسام الثنائي البسيط في البكتيريا نسخ مادة الدي ان اي في الخلية. طبعا العملية هذه عملية صحيحة بشكل سريع عند هذه الخلية البكتيرية، وهذه المادة الدي ان اي. اول خطوة اللي هو يحدث عملية شنو؟ تخصب في وسط الخلية بهذه الكيفية، وتبدأ مادة الدي ان اي في نسخ نفسها، ويزداد هذا التخصر فتنتقل مادة الدي ان اي الى الخلية الاخرى، ثم تنقسم هذه الخلية الى خليتين وتحتوي على الدي ان اي، وتكون الخلية نسخة الاصل من الخلية الاصل لها نفس الصفات. هذا بشكل مبسط. السؤال التاسع، السؤال التاسع يقول: حاملات أكياس هوائية هي جذور تنفسية لنبات ابن سينا، لنبات نبات نبات ابن سينا. نبات ابن سينا صحيح أنه يحمل أكياس هوائية، وهذه الأكياس الهوائية هي عبارة عن نمو هذه التربة في مستنقع المانغروف، مستنقعات المانغروف ينمو نبات ابن سينا.
الجذور تنمو إلى الأسفل، بعض فرع من هذه الجذور ينمو إلى أعلى سطح الماء حاملا أكياس هوائية. هذه الأكياس الهوائية تحتوي على مسامات حتى يتم عملية دخول الهواء الغني بالأكسجين ليصل إلى الجذور. باهي، لماذا؟ يعني هذه التربة التي توجد بها الجذور تكون فقيرة بالأكسجين، تكون فقيرة بالأكسجين، لذلك ينمو فرع من الجذور إلى أعلى سطح الماء حاملا أكياس هوائية بها مسامات، أكياس هوائية بها مسامات، وهذه عبارة عن الجذور، هذه عبارة عن الجذور حتى يتم الحصول على الأكسجين من الهواء الجوي. السبب لماذا؟ لأن هذه التربة تكون فقيرة بإيش؟ بالأكسجين، تكون فقيرة بالأكسجين. السؤال العاشر، يقول الكائنات المحلية، حلقة وصل ما بين الكائنات الحية والبيئة الغير حية، الكائنات المحلدة تكون حلقة وصل ما بين بيئتين اثنتين، ما بين بيئتين اثنتين، بيئة حية وبيئة غير حية. طيب البيئة الحية تشمل من؟ تشمل النبات والحيوان. البيئة الغير حية ماء، هواء، تربة، ماء وهواء وتربة. الكائنات الحية هي عبارة عن حلقة وصل ما بين البيئة الحية والبيئة الغير حية. لماذا؟ لأن عند موت الكائنات الحية من الذي يعمل على هذه الكائنات الحية؟ الكائنات المحلية تعمل على تحليل هذه الكائنات، تحللها فتقوم بإعادة عملية إعادة تدوير المواد. لما يقوم بعملية تحليل معنى ذلك أن هذه المواد تتحول إلى مواد بسيطة أولية. شنو هي؟ هو ثاني أكسيد الكربون ينتقل إلى الهواء الجوي زائد أملاح تنتقل إلى التربة. من يستفيد من هذه المواد؟ النبات لقيام بعملية البناء الضوئي لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. من يستفيد منها؟ الكائن المنتج، ويتغذى على الكائن المنتج الكائن المستهلك الأول والثاني والثالث إلى آخره. هذه عملية إعادة تدوير المواد، لأنها تعمل على إعادة تدوير المواد المغذية في المنظومة البيئية، أنها تعمل على إعادة تدوير المواد المغذية في المنظومة البيئية. هذا بالنسبة للسؤال العاشر. السؤال الحادي عشر، 11، يستغرق الفيتوس حوالي 5 أيام، يستغرق الفيتوس حوالي 5 أيام للوصول إلى الرحم، للوصول إلى الرحم. أولا
شنو هو الفيتوس؟ الفيتوس هذا اسم أطلق على الجنين. فيتوس اسم أطلق على الجنين. بس قال يستغرق 5 أيام للوصول إلى الرحم. إحنا عندنا الرحم وعندنا قناة بلور، الرحم، عنق الرحم، المهبل، المبيض، وقناة بلور، وبعدين القمع. رسم مبسط جدا. عند انطلاق الحيوانات المنوية وانتقالها إلى قناة بلور يتم تلقيح البويضة في الثلث الأول أو ما يسمى بالثلث الأخير البعيد عن الرحم. انطلاق البويضة يتلقفها القمع فتنتقل البويضة إلى قناة بلور. عند وصول الحيوان المنوي إلى هذه البويضة يتم تلقيح البويضة. الآن أصبحت التقاء الحيوان المنوي بالبويضة وحدوث عملية إخصاب وتلقيح، أي أنها حدثت عملية حمل. هذه البويضة تنتقل من الثلث الأخير في قناة بلور إلى أن تصل إلى الرحم خلال فترة زمنية من 3 إلى 4 إلى 5 أيام. خلال هذه الفترة الزمنية يحدث بها العديد من الانقسامات. العديد من الانقسامات الميتوزية حتى تصل إلى الرحم، فتحدث عملية انغراس للبويضة في جدار الرحم بعد أن يكون جدار الرحم قد تهيأ لاستقبال هذا الجنين، فأصبح غنياً بالأوعية الدموية ومزود بكمية كبيرة جداً من الدم. لكن هل هذا الجزء يسمى بالفيتوس؟ هل هذا الجنين يسمى بالفيتوس؟ لا، الفيتوس هو جنين انغرس بجدار الرحم، حدث عملية انغراس للجنين في جدار الرحم، حدث عملية انغراس في جدار الرحم، واستمرت هذه العملية من 10 إلى 15 أسبوع. خلال هذه الفترة الزمنية يبدأ تكوين أعضاء الجنين، يبدأ تكوين أعضاء الجنين. إذن الفيتوس يتكون داخل جدار الرحم بتكوين أعضائه. أما 5 أيام وصولا إلى الرحم هو بويضة مخصبة نتيجة التقاء حدث ما بين الحيوان المنوي والبويضة، حدث عملية إخصاب وانتقال هذه البويضة المخصبة خلال قناة بلور إلى الرحم. إذن الفيتوس ليس لا يتكون داخل قناة بلور، ولكن يتكون عند انغراسه بجدار الرحم وتكوين أعضائه. في هذه الحالة يسمى شنو؟ يسمى بالفيتوس. وبذلك نكون قد أكملنا هذه المحاضرة الأولى في الأسئلة الاسترشادية بمادة البيولوجي. معكم كان الأستاذ محمد الورفلي، أستودعكم الله.